أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام، طابت ليلتكم بكل خير أينما كنتم، نسعد بلقياكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب، البرنامج الذي نواكب فيه آخر الركض وآخر الأحداث في الرياضة السعودية. البداية كالمعتاد مع العناوين، وفي هذا المساء سنتابع: في ليلة احتفالية الأمير خالد بن سلطان يكرم الشبابيين، النويصر المؤقتة آسيويا تعني الاستمرار لأربع سنوات، رسميا خالد راضي نصراويا لثلاثة مواسم، والسلهام يختار الملعب لكشف التفاصيل، الجماهير تودع المونديالي أمام الزمالك، الثنيان والدبيخي والدعيع يشعلون مدرجات الاتفاق في المهرجان. مصادرنا: تأجيل احتفالية اتحاد الإحصاء الدولي في أسبانيا.